المتصل الأخير عبد العزيز من حائل، تفضل عبد العزيز، مختصر السؤال تفضل. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ حسك طيب يا شيخ. السلام. سؤالي، هل يجوز لقط الجمرات من عرفة؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أني أنوي أذبح الأضحية وكذلك أنوي فيها العقيقة، هل يجوز ولا لا؟ طيب، لا ما يجوز تأخذ الحصى من عرفة، الحصى تأخذ من الحرم، من داخل أعلام الحرم، ولا تأخذ من الحل، عرفة من الحل يا أخي. وكذلك الأضحية، الأضحية إيش يقول؟ والعقيقة. الأضحية ما يصلح أنه تجمع بين الأضحية والعقيقة، لا بد أن تكون العقيقة على حدة والأضحية على حدة. نعم.